أنا جائعة، أريد أن آكل. ما هذا الضجيج؟ أما؟ أختك سوف تساعدك. انذار؟ أوه، يبدو أن حفيدتي في ورطة، علي الذهاب. جدتي، أختي، أنا حقاً أريد أن أكل شيئاً، ساعدوني. حسناً، هذا هو الرسم، أريد بيتزا. لا مشكلة. بيتزا، نعم. لا يمكن الاستغناء عن الدقيق، لكن كيف أفتحه؟ أوي! حسناً، انسكب قليلاً، لا يهم. الشيء الرئيسي هو أن الطحين مفتوح. أسكبه في وعاء وأضيف إليه الملح. أخلطهما معاً وأقوم بعمل حفرة. أضيف الزيت والماء مع الخميرة وأبدأ بالعجن. أوه، يا لها من عجينة رائعة حصلت عليها، لذيذة جداً. بالضبط ما هو مطلوب. أوه، ماذا لديك؟ هذا مخيف. جدتي، العجن باليدين طريقة قديمة جداً. أما عجانتي ستفعل كل شيء بمفردها. أضع المكونات الصحيحة في الوعاء وأقوم بتشغيلها، وبدأت العملية. طريقة رائعة. عظيم، لكنني ما زلت أفعل كل شيء بالطريقة القديمة. سأقوم بمد العجينة باستخدام الشوبك. والآن أفتح علبة معجون الطماطم باستخدام فتاحة العلب هذه. وداعاً أيها الغطاء. أما أنا لدي سكين متطورة، أضعها في الأعلى وأشغلها وتفتح لي العلبة. لا حواف حد أبداً، رائع. ليس سيئاً. والآن لابد لي من دهن العجينة هنا على كل السطح. جميل، وهنا يأتي دور الجبن. الكثير من الجبن، أكثر أكثر أكثر. سوف أبشر كل شيء. المبشرة الخاصة بك هي أيضاً من القرن الماضي. انظري إلى مبشرتي. ما علي سوى لف المقبض وفرك العجين دون أي جهد. وهذا ليس كل شيء. احترسي يا جدتي وإلا سوف يسقط فكك. حسناً، لا بأس. الجدة أيضاً تعرف بعض الحيل. أضع الشوكة في اسطوانة المارتديلا وأقطعها الآن إلى نفس القطع المتساوية. أضعها على البيتزا. لا يمكن التغلب على شيء مثل هذا. أوه، انظري هنا. أضع النقانق في هذه السكين وبلمسة خفيفة أحصل على عدة قطع متطابقة دفعة واحدة. يا له من جمال، يبقى فقط خبز البيتزا في الشواية. طبق راق. كيف الحال يا جدتي؟ أضع بيتزتي على ورقة الخبز ثم إلى الفرن. أشغل الفرن وأنتظر قليلاً. وها هو المنبه. حسناً، التقط صورة مع جدتك. ماذا يحدث هنا؟ احذري، دورك. أوه، إنه المنبه. حان الوقت لإخراج البيتزا من الفرن. أوه، يا لها من رائحة. بالضبط ما هو مطلوب. تحركي قليلاً، ستقطع جد البيتزا إلى قطع. هذا ما أعنيه بالتقديم الرائع. لكن انظري إلى قطعة البيتزا خاصتي. إنها صحية وتقطع بشكل جيد. أوه، هذا ممتع حقاً. يا لها من قطع متساوية ورائعة. حسناً، حان الوقت لكي تجربي يا إما. واو، يا له من جمال. ومن أين أبدأ؟ حسناً، لنبدأ مع هذه. يا له من طعم. واو، هذا ليس أسوأ. أنا أحبه أيضاً. ما مدى صعوبة الاختيار؟ العجين يمتد وهو لذيذ جداً. لقد تعبت من الأكل. أوه، حسناً، امشي على ما يرام. لا تقلق علي. حسناً، أريد الآن الكاكاو مع المارشميلو. لا مشكلة. كاكاو، سهل. ها هي الشوكولاتة.
لماذا نحتاج إلى الكاكاو؟ سأقوم بإذابة الشوكولاتة في حمام مائي. علي أن أقلبها حتى لا تحترق. ماذا لديك هنا؟ انظري إلى هذه الشوكولاتة السائلة. لدي خلاط فقط للاحتياط. أزيل الغطاء وأسكب به الحليب. هكذا. رائع. وبدلاً من الشوكولاتة العادية سأحصل على شوكولاتة كيندر. أضعها هنا. وهنا صنبور مفيد للصب في كوب. انظري كيف تغيرت الصورة. أضيف المارشميلو وانتهيت. رائع أليس كذلك؟ ولدي شيء أيضاً هنا. كيس المعجنات. الآن سأرسل كل الشوكولاتة إلى هناك. أضع الحلويات في القوالب وأسكب فوقها الشوكولاتة من الأعلى. هذا بالضبط ما أريد. الآن المارشميلو وبعض الحلوى. وبعد التجميد تحولوا إلى مصاصات. أما ستحب ذلك بالتأكيد. كل شيء جاهز، تفضلي. بأي واحدة سأبدأ؟ سأتذوق هذه. لذيذة جدا خاصة مع المارشميلو. روعة أختي. لكن هذه تبدو غير عادية للغاية. ماذا يجب أن أفعل بها؟ هذا صحيح. أضعها في الحليب. الآن أقوم بالتحريك ويظهر الكاكاو الساخن أمام عيني مباشرة. أتذوق الآن. كم هو لذيذ. جدتي، هذا بالتأكيد الفائز. نعم، أنا ربحت. ما بك؟ لا تحزني. أوشكت على الانتهاء. أريد معكرونة. ماذا يمكن أن يكون أسهل؟ أنا مسلحة بالكامل. سأفعل ذلك. وها هو الشوبك. أقوم بتدوير العجينة إلى طبقة رقيقة ثم أقطعها إلى شرائح. أرش القليل من الدقيق والمعكرونة جاهزة. حان الوقت لغليها. ما هذا الشيء الجديد الخاص بك؟ انظري إلى معجزتي هذه. أضع العجين هنا وهي تصنع لي المعكرونة. وكل شيء جاهز تقريباً. أرسلهم على الفور للطهي. حسناً، الآن يجب أن أفتح هذه الصلصة. أوه، يا لها من علبة محكمة الإغلاق. لا شيء يساعد. صحيح، أنا أعرف حيلة. أحتاج إلى شريط لاصق. أضعه على الغطاء وأبرمه هكذا سهل. أوبس، التصق بيدي. من الجيد أن يكون لدي فتاح زجاجات خاصة. انظري يا جدتي، حركة واحدة والعلبة مفتوحة. هكذا تتم الأمور. حسناً، انظري هنا. إذا ضغطت على الطماطم بين طبقين يسهل جداً تقطيعها في المنتصف. والآن إلى المقلاة. انظري ماذا لدي. خطوة واحدة وأقطع كل الطماطم. انتهيت يا جدتي. إنها تقنية رائعة. حسناً، جيد. وكل شيء هنا بدأ في القلي. ما هذا الضجيج؟ ما هذا؟ حسناً، لقد أخذتم الجدة العجوز. أنا آسفة، إنه مجرد محرك آلي. أضعه في المقلاة ويفعل كل شيء من أجلي. المعكرونة الخاصة بك مطبوخة بالفعل. الآن أضعها على الطبق وأقدمها مع الصلصة. انظري إلى أعشاشي الساحرة. وهنا وجه من الطماطم. هيا يا إما، جربي وقولي ما رأيك. كم هذا ممل، لكن هذا يبدو رائعا حقا. ما هذا، مقص؟ ويا لها من شوكة غريبة. إنها تدور. إنها مثالية للمعكرونة. ممتاز. والآن يمكن قطع الفائض بالمقص. أحبه. تعال إلى هنا. لذيذ. أنا حقا أحب الطعم والشكل. والآن سأجرب معكرونة جدتي. أقوم بلفها بهذه الشوكة المعجزة. رائع. هذا جيد، لكنني ما زلت أحب هذا أكثر. هذا جميل، شكرا. حسنا حسنا، كيف تتفاخر؟ انظروا إليها.
لدي موسيقى رائعة، سأشغلها الآن. ماذا تفعلي؟ لماذا؟ انظري فقط، أضعها هنا ونحصل على ديسكو رائع، رقصتي المفضلة، ممتعة للغاية. هيا إما انضم إلي. أطفي هذه الأصوات الرهيبة، أحتاج إلى تخفيف شغفك الموسيقي. هذا كل شيء، أفضل بكثير. أنا منزعجة، لماذا فعلت ذلك؟ لكن هذا ما سأفعله، سأغطيه بورق الألمنيوم وأصنع قوالب. هذا ما أحتاجه للكعكة، رائع جداً. وأنت؟ حسناً، ماذا علي أن آخذ؟ لكن كل شيء غير مفيد. لدي فكرة، هذه المزروعات ستكون مفيدة لي. بالطبع سآخذها، أنا بحاجة إلى القدر. لماذا تحتاجي هذا؟ إنها كبيرة جداً وخضراء. هل ستصبح كعكة؟ الآن ستكتشفي ذلك. هاي، أعطني هذه الزهرة، سألفها بورق القصدير، سيكون ذلك ضرورياً لكعكتي المستقبلية. نعم، مثالي من حيث الشكل والحجم، رائع. نحن أعز صديقات. ماذا علي أن أفعل الآن؟ نعم، هذه هي المكونات الضرورية التي أحتاجها، البيض والحليب. إنهم لي؟ ماذا؟ هذه المكونات لي وأنا سأستخدمهم. من الضروري الإحماء قبل اختبار الطهي الصعب. الطحين أولاً. يبدو أن الإحماء لم يساعد، يا لها من فوضى. قناع وجه. الآن نظفت نفسي، سأضيف الدقيق والبيض وسأحصل على عجينة رائعة. بالطبع أنا بحاجة إلى الحليب. لماذا لا يفتح؟ هذا كابوس. لكن الأهم من ذلك أن حليبي قد انفتح وهو أمر رائع. والآن أحرك بالخفاقة وها هي عجينتي. أنا سأوزع كل شيء في أواية. الآن سأصنع كعكات ملونة. أستخدم بضع قطرات من ملون الطعام. واو، يا له من جمال. كل شيء لذيذ وجميل بالطبع. والآن أنا بحاجة لخبز هذه الكعكات. سأضع اللون الأزرق والأرجواني أولاً وأضعهما في الفرن. أنتظر قليلاً. جيد؟ أنا متعبة. لم تنتهي بعد. ابتعدي. لدي فكرة، رائع، هذا ما أحتاج. هذه الشوكولاتة لذيذة، مدهش. أنا بحاجة لأخذ كل هذه الشوكولاتة من الشجرة. والآن سأضيفها إلى الوعاء وأسكب كل شيء في القالب. إذن كعكتي جاهزة الآن. كم هذا رائع، لدي الكثير من الطبقات. أنا لست بحاجة للقفازات الآن. هاي، ماذا تفعلي؟ والآن ها هي كعكتي، جميلة، لم يتبقى سوى القليل. الآن سأفعل كل شيء بشكل مثالي. أما انظري، مارشميلو وكيس. والآن تادا، أرأيت هذه الخضار؟ سأقوم بحشو المارشميلو بين طبقات الكعكة، ستكون جميلة جدا ولذيذة. والآن سأعطي الكعكة شكلا لفستان الدمية. نعم، سيكون مذهل. سأحصل على دمية قوس قزح أنيقة ومتعددة الألوان. لست بحاجة لهذه القطع. مهلا، لقد رشقتني في كل مكان. آسفة، لم أقصد ذلك. أنا طاهية محترفة حقيقية، أعمل مع ملعقة خاصة وأدوات رائعة. الآن لدي كعكة بيضاء جميلة. والآن الحشوة من M&M's. أنا أحب شوكولاتة M&M's، إنها لذيذة. حان الوقت لفرزهم حسب اللون، سيكون رائع. سأضيف الحلوى في طبقات من الداخل. والآن دميتي المفضلة جميلة جدا، مثلي تماما. سأصنع الورود على الكعكة بأكملها، سيكون مثل ثوب حقيقي. لذيذ جدا، لكن هناك شيء مفقود. نعم، هذا ما أحتاج، إضافة الألوان. مارشميلو قوس قزح، سيكون رائع إذا كان متعدد الألوان. مسدس الرش وزينة الكعكة جاهزة. تادام، يا له من جمال، مدهش. رائع، بل أكثر من رائع.
أوه. هاي توقفي، لماذا؟ آسفة، كنت بحاجة إلى الزجاجة. الآن سأضع دميتي هنا وسأحتاج إلى زجاجة الكوكاكولا هذه. أولاً سأقصها من هنا، والآن سأفعل شيئاً ما. حسناً إلسا، انتظري. الآن هذا عظيم، سأقوم بصنع كعكة جميلة بسرعة وبدون ضغوط. لدي سائل حلو أزرق جميل، سأضيفه هنا. القليل من اللمعان لن يضر، سيكون جميل جداً. يجب أن تكون إلسا بالطبع في ثوب لامع. وللجمال سأضيف كرات زرقاء وبيضاء، حبيبات جميلة. والآن كل شيء يعمل بشكل رائع. واو، هذا أمر لا يصدق. نعم، صنعنا كعكة رائعة. هل تتفقي معي؟ بكل تأكيد، فعلناها. إذن حان الوقت لتناولها. أوه، كعكتي الزرقاء الأميرة إلسا، حلوة جداً. يا لها من تنورة رائعة، لا يمكنني التوقف. مدهشة فقط. لن أكل هكذا، سأخذ قطعة أنيقة من M&M's. هذه كعكة لا تصدق. أوه، لذيذة جداً، تذوب في الفم. لقد شبعت بالفعل، لكنني أريد المزيد. هذا لذيذ. أنا جئت. أوه، ماذا تحت قدمي؟ أوبس، تم الإمساك بنا. أوه، يا له من جمال. سأخذ بعض الشاي مع هذه الكعكات. حان وقت التنظيف يا فتيات. نعم، لن يضر التنظيف وأنا سأرتاح قليلاً. أحبك يا جدتي. أنا أحبكم يا بنات. شاهدتم اليوم مقطع فيديو رائع حول كيف تمكنت الفتيات من صنع كعكات لذيذة، لكنهن بالطبع نظفن كل شيء بعد أنفسهن. ابقوا على قناتنا وشاهدوا المزيد من مقاطع الفيديو المضحكة والرائعة. اشتركوا وضعوا الإعجابات واكتبوا التعليقات، وسنواصل إرضاءكم وتسليتكم. إلى اللقاء.